اهلا بحضراتكم من جديد، واؤكد مره اخرى سعداء جدا انه العين الاماراتي والهلال السعودي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي بصحبه النادي الاهلي في هذه البطوله الرائعه التي تقام لاول مره بنظام 32 فريق. كابتن خالد، لك برونزيه في كاس العالم وتالق، لكن الان الوضع تغير، شايف انه كده فعلا دخلنا بقى في كاس عالم كبير، كاس عالم العالم كله بيتحدث عنه النهارده، كل القنوات بتنقل القرعه، وجود لكل النجوم، وجود لرئيس الاتحاد الدولي، شايف الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للتطور الكبير اللي بيحصل في بطولات كاس العالم بمشاركه النادي الاهلي؟ خليني اخد بس من كابتن هاني نقطه. نعم. ان كل لعيب لازم يفخر ان هو موجود جوه النادي الاهلي دلوقتي، طبعا، ودي فرص ما بتجيش كتير. نعم. وفرص مهمه جدا. شوف حضرتك بتقول لكابتن هاني انت نفسك تلعب. نعم. وانا نفسي العب. صح. وحضرتك نفسك تلعب. طبعا. من حظوظ اللعيبه اللي موجوده دلوقتي ان البطولات بقى شكلها احلى. برافو عليك. البطولات بقى كمان اهتمام بيها مختلف. كان زمان البطولات اللي كان بيهتموا بيها هي كاس العالم. نعم. بطولات اوروبا، البطولات الكبيره اللي فيها الانديه فيها المنتخبات الكبيره، انما نعم. دلوقتي الاهتمام بقى بالانديه اكتر كمان من المنتخبات. نعم. فابتدت البطولات تبقى شكلها احلى. والاهتمام بيها بقى اقوى. صح. فانت كلاعب يعني لو يعني لازم تبقى عارف ان دي فرص ما بتجيلكش كتير. نعم. ما بتجيلكش كتير. ما بتجيلكش كتير. نعم. كل اللي شايفك نفسه يبقى ياخد الفرصه بتاعتك دي. فما تفرطش. ده المهندس خالد مرتجي مع انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، لقطات على هامش اعتقد حفل العشاء اللي كان موجود، واللي هي خلاص القاعه كمان بتستعد لاجراء القرعه. اتفضل يا كابتن خالد. عفوا المقاطعه. لا لا تفضل. نعم. فطبعا انت كلاعب فرصه جات لك، وما كانتش هيجي لك الفرصه دي الا اذا كنت انت بتلعب في النادي الاهلي، فلازم تبقى عارف ان انت الفرصه دي تستغلها احسن استغلال. ويمكن البطوله زي ما انت قلت المره دي شكلها مختلف. نعم. هتلاعب انديه كبيره، البطوله شكلها حلو، الاهتمام. نعم. بيها شكله مختلف السنه دي. فطبعا يعني دي نقطه انا حبيت انوع عليها. حاجه ثانيه. نعم. برضو عايز اتكلم عليها. يلا. انا كان نفسي بقى يعني طبعا كابتن خطيب موجود، لان ده حظ طبعا. تكريم لفتره. هو كان رايح كاسطوره، يعني رئيس النادي واسطوره، ده ما تتفرش مع ناس كتير هناك يعني. تكريم. نعم. لراجل تعب. انا شاهد. مع كابتن بقالي. نعم. 7 سنين في الشغل. الراجل ده بيتعب جامد جدا. صحيح. انا بميز، انا بقول الحقيقه. نعم. كابتن خطيب يعني الناس شايفاه تعبان وبينزل يشتغل وبينزل بيهتم بالشغل وبالتفاصيل كلها معاه، وهو كان هو تعبان ومعاه التفاصيل كلها، تفاصيل الشغل كلها معاه. فانا كان نفسي يبقى موجود. طبعا التعب طبعا يعني كان صعب ان هو يسافر. طمنا عليه امبارح والنهارده. بس كان يعني انا الاحداث الكبيره دي كان مهم ان يبقى موجود الكابتن، لان بمنتهى الامانه يعني فرصه ان يعني ياخد جزء من التعب من التعب اللي هو. نعم. بياخده في يشوفه في. نعم. عيون الناس، في عيون الناس اللي بتنظم البطولات الكبيره. فده كان يعني كان كنت اتمنى ان هو موجود هناك. فطبعا يعني دول حاجتين حبيت اتكلم فيهم طبعا قبل سؤال حضرتك. طبعا البطوله كبيره، تنظيمها هيبقى قوي جدا، ونتمنى ان احنا نعمل نتائج فيها كويسه. وزي ما انت شايف والاسماء الفرق حاجه. نعم. تفرح وحاجه تبقى. شو الاجواء عامله ازاي؟ طبعا. نعم. دي من هناك دلوقتي صوره لايف يعني. طبعا اجواء. نعم. محترمه جدا. فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي، والنادي الاهلي خلي بالك الفتره اللي فاتت دي يمكن انا برضه عشان كنت شاعر على حاجات، النادي. نعم. الاهلي بيشتغل على البراند. براند النادي حلو الاهلي عجباني. شغال. نعم. خليه النادي الاهلي كلها شغاله. نعم. ازاي اللوجو بتاعت النادي الاهلي ده يبقى موجود ده في كل حته في العالم، ومنور دايما ومنور في احنا بيبص على تفاصيل جوه اللوجو. جوه اللوجو. انا مش. نعم. مش مهرج. لا ده التفاصيل جوه اللوجو. نعم. عشان يبقى براند عالمي، وهو ده اللي احنا يا رب دايما ان شاء الله. الواحد جسمه اشعر يا محمد سعيد. طبعا. الشكل كده والجمال ده. كواليس كتيره عندك يا محمد، اتفضل. مش طبعًا محتاج سؤال انت حبيبي يا كابتن شوبير. طبعا المشهد هناك مشهد عظيم ومشهد تاريخي، يعني احنا بنعيش لحظات تاريخيه في. نعم. توقيت مهم جدا من الكره المصريه او الكره العربيه عامه. اولا يمكن النهارده المهندس خالد مرتجي يمكن هيبدا الدخول على الريد كاربت. نعم. وهيبقى فيه تصوير وجلسات تصوير خاصه لكل ممثلي الانديه عشان الصور دي تتحط في متحف الفيفا. ما شاء الله. فدي لحظة. نعم. تاريخية تانية طبعا هتكون موجودة النهاردة بالنسبة لرموز ومسؤولي النادي الأهلي.
حاجة تانية كمان، احنا بنتكلم على بطولة الاتحاد الدولي بيشتغل عليها بقاله أكتر من سنة، ورش عمل واجتماعات وخد قرارات. مهم جدا النهاردة واحنا على هامش القرعة نتكلم ونطلب من اتحاد الكورة النهاردة لازم يطلع قرار زي الاتحاد السعودي ما اتخذ قرار النهاردة وأعلن رسمي إن فتح باب التسجيل لنادي الهلال السعودي في الفترة من 1 لـ 10/6. نعم النهارده اتحاد الكوره مطالب من دلوقتي، مش محتاج يستنى مجلس جديد او الفتره الجايه، كل اربع يبلغ الفيفا محمد مش مشكله يفتح التيم اس. نعم. يبقى من 1 لـ 10/6 السيستم يتفتح للاله عشان التسجيل. النهارده في مجسم لكاس العالم اللي كان تم عرضه قبل كده. نعم عندي معلومه ان ممكن يكون في مفاجاه بعرض الكاس اللي هيكون متعلق بالبطوله. نعم يعني المجسم ده هو اللي هيبقى التروفي اللي هيلف العالم كله وهيجي للنادي الاهلي في شهر فبراير اللي جاي. هذه البطوله. هذه البطوله. نعم. مجسم خاص بالبطوله. حلو. بس الفيفا بيحضر لمفاجاه، هل المفاجاه تتعلق ان في كاس للبطوله؟ كاس بمعنى كلمه كاس وزي شبيه مثلا بكاس العالم للمنتخبات، ده النهارده هنشوفه في القرعه. حلو. لان النهارده انا سمعت ووصل لي ان القرعه فيها مفاجات مش مفاجاه واحده. مفاجاه من المفاجات الكاس الجديده. هنشوف بقى ايه المفاجات الثانيه. برضو من الحاجات المهمه جدا ان البطوله دي فيها ميزه. ايوه مفيش لعيب عندك في القايمه مش هيلعب كاس عالم. بمعنى انت دايما وانت رايح كاس عالم عندك قايمه فيها 22 لعيب او 23 او 26. كويس. القايمه بتاعت كاس العالم النهائيه اللي هتتسجل في شهر 6 35 لعيب. 35 يعني كله هيبقى متواجد. كله متواجد. مش هيبقى متواجد صراحه. انا قلت اللعب انه يكون في الملعب. لا في الملعب ال 11 وعلى الدكه هيبقى 15. فعلا؟ يعني بس قائمتك تبقى 35. قائمتك 35. والله حلو. فهو بيدي شرف المشاركه لكل اللعيبه. حلو حلو. عشان ما يمنعش لعيبه انها تشارك في حادث التاريخ. خالد يحطونا انا وانت هنا. تكمل الجلسكو. حاجه فوق ال 40 ولا ال 50 نخش. ايه المشكله؟ المفاجات دايما عند محمد سعيد قول. يعني هو الحد الادنى 26 لكن مديك الحد الاقصى تسجل 35. ما فيهاش اي مشكله خالص. الاتحاد الدولي صارف على البطوله كويس. صارف. صارف يعني اولا. صارف مكلف. مكلف لا مكلف كويس قوي. اولا هيستقبل من كل بعثه 55 فرد. Yeah. 55 فرد يعني من A to Z من كافة التفاصيل. رحلات الطيران من كل مدينة. أولا أنت مش هتقيم في الولاية اللي هتلعب فيها المباريات. لا مديك مهلة لغاية 17 يناير تختار المدينة أو الولاية اللي هتحب تعمل فيها معسكر. أنت اللي تختار. أنت اللي تختار. والفيفا ليه أوبشن إن يديك 3 أو 4 ولايات ويختار منها. حلو. بس في النهاية تتصلوا الاتفاق يعني. ماشي. توصلوا الاتفاق. الولاية اللي هتقعد فيها لو هي بعيدة عن المكان اللي هتلعب فيه هيسفرك ليلة المباراة. أيوه. بطيران خاص 55 فرد. بطيارة خاصة لغاية المدينة اللي فيها المباراة. تقيم هناك ليلة المباراة تتمرن وتلعب المباراة وترجع على طول تاني. للولاية وكأنك أنت موجود في معسكر. نعم. طوال فترة البطولة. أيوه. فكرة أن يستضيف 55 فرد في بطولة زي دي وده عدد كبير جدا. نعم. لأي بعثة رسمية. أنت كمان الفيفا عامل نظام أن كل فريق هيقيم معمول مينيمم ان الغرفه بالاقامه بكل حاجه $700. يا عم خدني معاهم يا عم. محمد يعني ده انت يا محمد انت جاي ايه يعني بطلنا من زمان يا محمد يا سعيد استعجلنا شويه. المكافآت ناس كتير عماله تتكلم على المكافآت وارقام خياليه. يا رجاء بقى الله يخليك نوزع بقى ونتكلم بقى. بص الكلام الرسمي لغايه دلوقتي اللي بيتقال في الاجتماعات الفيفا بيرد على الانديه، الانديه كلها بتسال. نعم. لسه في مرحله الدراسه وفي مرحله المتابعه. صحيح. عشان نبلغكم بالارقام. بس حسب معلوماتنا ان الفيفا مش هيدفع اقل من اللي كان بيدفعه للمنتخبات في بطوله كاس العالم في قطر. حلو ده بكل ارجاء فلوس كتير يعني. انت بتتكلم كده مينيمم بتبدا من اول $9 مليون. 9 مليون دولار يطلعوا ده مينيمم. اضرب 50 يعني يطلع كم دولار؟ نقول نص مليار. الاهلي يستاهل طبعا. الاهلي يستاهل. وكل ما تكسب هيبقى في بونص مكافئات وارقام بتتضاعف. بالظبط كده. بالظبط كده. فالقصه لا القصه ممتازه جدا. قصه حلوه. الفيفا كمان حاجه اخيره سريعه. قول لي. عشان يدي مساحه للعيبه تشارك وما يبقاش في غيابات كتير في البطوله. ايوه. وصلت بالمرحله ان الانذارات ما تتلغيش الا من دور الثمانيه. الا من دور الثمانيه. من دور الثمانيه. مش من دور ال 16 مثلا او من اول خلاص دور المجموعات اللي لا من دور الثمانيه. والله؟ لا عامل نظام وعامل لائحه. حلو. بتفاصيل حلوه يعني. جميل. خلينا نروح لفاصل ونرجع نواصل الحديث الممتع والمبهر. ابتسم انت في حضره النادي الاهلي في قرعه كاس العالم للانديه في ثوبها الجديد.